بمقر جهة الدار البيضاء ستات، نظمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين لقاء حول موضوع المغرب أمام تحديات وفرص الأزمة العالمية الراهنة، أية تدابير للتحمل الاقتصادي والاجتماعي وأي استراتيجيات للخروج من الأزمة، وذلك بحضور وزراء في الحكومة وفاعلين سياسيين واقتصاديين لفتح النقاش حول الرهانات التي سطرها المغرب والتحديات التي يتعين مواجهتها في عالم متقلب وغارق في الأزمات. الجاوية المتقدمة يمكن تلعب دور أساسي في هذا الإطار، والتعاقد مع جهات ولا تمركز، فكل ذلك من أجل العمل على أولا دعم المقاولة الوطنية وخلق فرص الشغل، وثانيا العمل كذلك على القيام بالإصلاحات الضرورية في مجال التعليم والتعليم العالي من أجل تقوية الموارد البشرية في بلادنا وتأهيلها لمواجهة هذه التحديات الدولية. الأمر يتعلق بعدة إجراءات مصحوبة بتدابير هيكلية من أجل مواجهة الوضع الراهن الذي فرضته الأزمات والتحديات والمتغيرات الحاصلة عالميا وإقليميا ووطنيا. نعرفوا نتعاملوا مع الظرفية هذه اللي قد تدوم بعض الأشهر، ونتعاملوا معها بذكاء، وثانيين أن تكون عندنا الشجاعة نهيئوا ونستمروا في المشاريع ديالنا والاستثمارات ديالنا، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص، وبالخصوص القطاع الخاص. اغتنام الأزمة العالمية الراهنة بشكل ذكي سيفتح طرقا ومسارات مهمة بالنسبة للمغرب لتعزيز مسيرته التنموية، لا سيما في ظل وجود كل المقاومات التي تخول للمملكة بلوغ هذه الغايات، منها علاقاتها الدولية ثم ميثاق الاستثمار الجديد الذي يكتسي أهمية بالغة.